آي آي آي، مشكلة الإيمان مشكلة كبيرة. إن لم تكن تؤمن بما تفعل فلن تنجح فيه. إن لم تكن مؤمن بأنك تفعل الشيء الصحيح وأنك ستنجح لن تنجح، لأن في طريق النجاح يوجد العقبات. وإن لم تكن مؤمن بأن هناك نجاح وبأنك ستحقق ما تريد، فكيف ستواجه هذه العقبات؟ لأن الإيمان عندما تكون مؤمن بما تفعل يصبح لك سبحان الله القدرة على مواجهة الصعوبات، تكون مستعد نفسيا لمواجهة الصعوبات حتى تنجح. لكن أنت شخص فقط يسمع أن هذا الشيء مربح فيذهب إليه، يسمع هذا الشيء مربح فيذهب إليه، وفي الأخير تجد نفسك يعني لا أنت هنا ولا أنت هنا. الأمر صعب جدا يا إخوان. فإذا أردتم النجاح، أنا لا أتكلم عن النجاح كأنني إنسان ناجح، لا والله، أنا أقول هذا لأنني أقوله لكم وأقوله لنفسي. إذا أردت النجاح حاول أن تؤمن بما تفعل. إذا كنت مؤمن بأنك ستنجح في كرة القدم اذهب إلى كرة القدم. إذا كنت مؤمن أنك ستنجح في أي مجال كيفما كان اذهب إليه وستنجح فيه بإذن الله. لكن لا تبدأ أي شيء كيفما كان إن لم تكن مؤمن به، لأنه في أول يعني أول مشكل ستجده في طريقك ستقف، وهذا الشيء الذي لا نريده. When you believe you achieve، عندما تؤمن تنجح أو تحقق ما تريد. إذن آمن بالشيء الذي تفعله وركز عليه وأعطيه التركيز كله 100%، وإن شاء الله ستنجح. أنا متأكد بأنك ستنجح 100% إذا آمنت بالشيء الذي تفعله وإذا ركزت عليه 100%. إذا أردت النجاح في الحياة آمن بالشيء الذي تفعله وركز عليه بنسبة 100%، وكن متأكد بأنك ستنجح بإذن الله، والله سيوفقك بإذن الله. دمتم في أمان الله، مع السلامة.